عشان كده سيدنا محمد كان بيحمي أصحابه من فساد الروح ده. يوم ما كان معتكف عليه الصلاة والسلام، وجت السيدة صفية زوجته عشان تكلمه في المسجد، وبعدين طلع عشان يوصلها البيت. هو زوجات النبي كانوا منتقبات والدنيا مليلة، فسيدنا محمد ماشي مع واحدة، فالصحابة شافوه كده من اتنين كده، فقاموا وقفوا على جنب في ناصية كده معينة علشان يبعدوا عن الطريق. فرجع النبي وقال إنها صفية. قالوا سبحان الله يا رسول الله، احنا عمرنا نظن فيك حاجة، طبعا أكيد واحدة من محارمك، سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا، يملأ قلبك بالوساوس تجاه حد بتحبه. فسيدنا النبي كان بيحميهم من أي وساوس تفسد وتعكر عليهم روحهم.